ونبقى في غزة وقصة تحدي نسائية أخرى. حدث صغير عاشته الفلسطينية هيلانا علي في طفولتها دفعها إلى الإبحار أكثر في عالم الأفاعي وتربيتها في قطاع غزة. وبالرغم من أن تربية الأفاعي محفوفة بالكثير من المخاطر، فإن البحث عبر مصادر التعليم المفتوحة أتاح لها فرصة للمعرفة والسعي لتوعية المجتمع بأهمية الأفاعي في مجالات التوازن البيئي. تدرك هذه الشابة أن مراوغة الأفاعي تنطوي عليها مخاطر جمة، لكنها تستمر. هذا مقطع وثقت فيه هيلانا مراوغة إحدى الأفاعي، خاصت فيه التلفزيون العربي. وأخيراً جبتها. إيه، تربية الأفاعي كالعبث في المتفجرات، تقول هيلانا، فالخطأ الأول قد يكون الخطأ الأخير أيضا. هي هواية خطيرة وممكن إيش تؤدي لموت البني آدم إذا تعامل مع النوع السام. النوع السام لازم تكون أنت حذر معه ومتدرب عليه. بس أنا كيف تجرأت إنه أمسك، إنه أشوفها أمسكها ألعب معاها أرودها؟ إنه أنا قبل ما أمسك كنت أعرف كل حاجة عنهم. عندي بالبيت يعني إشي عادي أحمله. تخصص هيلانا كثيرا من وقتها منذ كانت طفلة للبحث في عالم الأفاعي. أصبحت اليوم متخصصة في معرفة أنواعها في غزة وأهميتها بالنسبة للبيئة. تخصص اللغة العربية. الأفاعي يعني خلص أنا بحبها، بمسكها بقعدها 3 أيام بشبع رغبتي منها، بعود بفلتها. هلا انت لما تفلت عندك عربيد في المزرعه او افع او ثعبان الفيران او ثعبان البقلويه، بصير عندك نظافه في الاراضي من عقارب، من 44، من عرس، من فيران، من العناكب الخطيره. يعني بصير عندك توازن بيئي. مثلا عندك عربيد في المزرعه ما فيش التوازن البيئي، كيف بصير عندك عربيد؟ ما فيش عندك فيران، ما فيش عندك عرس، ما فيش عندك عقارب. قضاء وقت طويل في الأحراش بحثا عن جحور الأفاعي يتيح لهذه الفتاة النأي بنفسها عن انتقادات كثيرة تعرضت لها كونها تعيش في مجتمع محافظ، ويوفر لها فرصة لإزاحة الأسرار الخفية من هذا العالم وسبر أغواره. تهدف هيلانا إلى توسيع دائرة أصدقاء الأفاعي ومربيها كما تقول، في وقت تغيب فيه حدائق الحيوان العامة أو المتخصصة في القطاع بفعل قيود الحصار. باسل خلف، العربي، قطاع غزة.